اللطيف مينا. اللطيف برضه المؤمن بيأمن كمان. المؤمن يؤمن عبادي، ده اسم الله المؤمن. ده المؤمن. من هو اللطيف يا خوات؟ إذا إيه؟ الله يفتح عليك، ده معنى. لما تنزل ابتلاء ينزل اللطف فيه، ده معنى. طيب إيه كمان؟ الله يفتح عليك. دنيا نجيكي دلوقتي ولا بعدين؟ الله يفتح عليك. ايوه كده، ايوه كده، عشان كنت هزعل، كنت هزعل مش عارفين. من اجمل الاسماء، بينجينا في الحاضر، يلطف بنا فيما جرت به المقادير مستقبلا، وللحاضر لما تنزل مصيبه يلاقي اللطف فيه، يقول لك لا نسالك رد القضاء ولكن نسالك الايه؟ اللطف فيه يا رب. اللطف اللي بيخليك تكملي. قول انا ما اعرفش وقفت ازاي وثبت، انا ما اعرفش عدت عليا المصيبه الخبر ازاي والحاجه. لطف الله سبحانه وتعالى دلوقتي، دلوقتي وفي المستقبل. يعني انا خايفه على عيالي في المستقبل، يا لطيف الطف بيهم. لو خايفه جوزك يتجرى، يا رب يا لطيف الطف بقلبه، هتقولي متجرجر كده وتحبني وما اشوفش حريم غيري. هو اللطيف.